مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء الطيبة التي يحبها الكثير من المسلمين، وذلك لأنه اسم ديني مضاف باسم من أسماء الله الحسنى. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عبد القادر. عبد القادر اسم علم مذكر من أصل عربي بالإضافة، العبد وهو المخلوق المطيع والخاضع لله عز وجل، المؤدي لفرائضه والملتزم بشرائعه. والقادر هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قادر على كل شيء وصاحب قدرة كلية، يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، المستطيع والمتمكن من الفعل بلا واسطة، صاحب النفوذ والسلطان والتصرف التام في جميع الأكوان. وقد ورد في القرآن الكريم مرات عديدة وبصيغ مختلفة، منها قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، سورة الإسراء، من الآية 99. صفات حامل هذا الاسم: إنسان يتصف بالشجاعة وبأخلاق الفروسية، لديه عقل إبداعي وتفكير خلاق، ويتخذ قراراته بجرأة فائقة، ثقته كبيرة بنفسه وفخور جدا بما يحقق من إنجازات، يتحمل المسؤولية بشكل كبير ويمكن الاعتماد عليه، يتمسك أحيانا بآرائه لدرجة العناد، يصرف المال بكل سخاء لكنه يملك القدرة على تحصيله بطرق متعددة. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عبد القادر؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.